صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في صباح جديد يجمعنا معكم دائما على الخير والمحبة على شاشة الجميع الشرقية من كلباء. هنا في هذا الصباح نتمنى السعادة للجميع لكل مبتسم في وجه الحياة، ودائما الصباح يعتبر نافذة للانطلاق نحو الأفق والأهداف الجديدة، وإن شاء الله ترتسم الأمنيات ليسعى كل منا تحقيقها بإذن الله. صباحنا اليوم بالتأكيد يبدأ بأهم العناوين. جولة سريعة في سوق السمك بمدينة خورفكان. طريقة قطع العسل ونقله لمكان آخر. وأخيراً استخدام المكيفات في فصل الصيف. إذن مشاهدينا كانت هذه هي العناوين، نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون، وبالتأكيد نبدأ معكم أخبارنا المتعلقة بإمارة الشارقة وجولة سريعة في صحفنا المحلية لهذا الصباح. وخبرنا الأول من صحيفة الخليج، منافذ الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال العيد. وفي تفاصيل الخبر، أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة جاهزية جميع الجهات والمنافذ في الإمارة لاستقبال الزوار والقادمين للدولة في إجازة عيد الأضحى واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، وهذا لتسهيل كل الإجراءات أمامهم لاستمتاع بالأجواء في العيد في دولة الإمارات. وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس اللجنة وأعضاؤها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدين الجاهزية العالية لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين والقادمين إلى الدولة في إجازة عيد الأضحى وتسهيل إجراءاتهم وفقاً لأعلى المعايير وضمان انسيابية تامة لدخول البضائع والشحنات التجارية، فضلاً عن التأكد من جاهزية المحاجر الزراعية والبيطرية التابعة لوزارة البيئة والتغيير المناخي، وهذا لاستقبال الرساليات المتنوعة في العيد. وفي خبرنا التالي مشاهدينا الكرام أيضا من صحيفة الخليج، متجر الخير منصة للتبرعات العينية الفائضة عن حاجة الأسر. وفي تفاصيل هذا الخبر، كشفت جمعية الشارقة الخيرية قيمة دخل متجر الخير التابع لها منذ مطلع العام الحالي حتى مايو الذي بلغ 3,200,000 درهم. وقال علي الراشدي رئيس قسم الموارد والاستثمار بالجمعية أن المتجر تباع فيها المنتجات التي تبرع بها المحسنون بنوعيها الجديد أو المستعملة، وهذا تقليلا للكلفة والضغوط التي تواجه أصحاب الحاجة والمعسورين، ويعود ريعه لشراء أثاث جديد ومن ثم تسليمه للحالات المستحقة ممن تشملهم مساعدات تأثيث المنازل. وبالتأكيد قال الراشدي أن من أهداف المتجر توفير السلع للحالات بأسعار رمزية ليتمكنوا من الحصول عليها من المتجر بدلا من شرائها من المحال التجارية بأسعار تفوق طاقة دخلهم، ما يوفر الكثير على المستحقين وإعانتهم على العيش بصورة أفضل، مبينا أن المتجر يمثل موردا متجددا إذ يشغل ريعه في تنفيذ أعمال خيرية أخرى كتأثيث منازل المحتاجين وغيرها من الأعمال التي تلمس حاجة الفقير وتسد حاجاته. وإلى خبرنا الأخير مشاهدينا الكرام من صحيفة الاتحاد، الشارقة للاتصال الحكومي تستقبل ملفات المرشحين. وفي تفاصيل الخبر، أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استقبال ملفات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 22 يوليو الجاري، وذلك من أجل إتاحة المجال لأكبر عدد من المشاركات في الفئات الجديدة والتي أضيفت للجائزة، ومنح الوقت الكافي للجمهور للتعرف على قنوات استقبال الملفات وشروط الترشح. وكذلك كانت هناك معايير للفوز، وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني، وتشترط أن يشتمل ملف التقديم على فيديو تعريفي بالمبادرة لا تتجاوز مدته 5 دقائق للتعريف بالمبادرة، بالإضافة إلى ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة
ويتضمن اسم المؤسسة وشعارها وعنوان التقرير وتاريخ التقديم، إضافة إلى صفحة المحتويات وملخص المبادرة مع شرح عن استراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل وفق المحاور الرئيسية التي حددت لكل فئة، بما لا يزيد عن 1000 كلمة باللغة العربية لفئات الإمارات والوطن العربي واللغة الإنجليزية للفئات العالمية. وكما تتيح الجائزة لمن يرغب بالترشح عدة طرق، فمن ضمن هذه الفئات التقديم المباشر، يمكن التقدم بالطلب مباشرة من الجهة أو المؤسسة أو الأفراد وفقا لمتطلبات وشروط فئات الجائزة. وفي فئات لجنة التحكيم تقوم اللجنة بمتابعة ورصد التجارب البارزة في الاتصال الحكومي، ثم تتواصل مع المؤسسة أو الجهة التي نفذتها لترشيحها ضمن الفئات التي تتناسب معها. أما الطريقة الثالثة فإنها تتمثل في اختيار شركاء الجائزة للجهات أو المؤسسات ذات الممارسات الرائدة في الاتصال الحكومي، حيث تختار المرشح لجائزة أفضل اتصال حكومي يستهدف الشباب بالشراكة مع مركز الشباب العربي، وفي فئة أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة كارما العالمية للرصد والتحليل الإعلامي. أما فئة أفضل مؤسسة اقتصادية تدعم المشاريع الناشئة فإنها تأتي بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كإضافة إلى الشراكة مع المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، وهذا عن فئة أفضل صورة في الاتصال الحكومي، ومع حكومة 01 في فئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي أخبارنا في صحفنا المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة، الإمارة الباسمة. أما الآن ننتقل معكم لنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس خلال هذا الصباح، فلنتابعها. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي درجات الحرارة وحالة الطقس. على ما أعتقد هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن في اليومين الماضيين كان هناك أجواء مميزة، كان هناك نسمة هواء في بعض المناطق في المنطقة الشرقية، وبالأمس أعتقد كانت هناك بعض مزخات المطر ونفاف في بعض المناطق المتفرقة في المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية. لذلك مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم السعادة أينما كنتم وأينما تذهبون في هذا طبعا الجو ليتناسب مع الجميع، وأعتقد بنحن ننتظر في فصل الصيف بفارغ الصبر. أما الآن مشاهدي الكرام، ننتقل معكم إلى زميلنا وديع محمد في سوق السمك بمدينة خرفكان، وراح يأخذنا في جولة يعرفنا على الأنواع الموجودة وكذلك الأسعار. لك الكلمة يا وديع. صباح النور زملائي بالاستديو، وأصبح على كل من يتابعنا عبر برنامج صباح الشرقية. نعم مشاهدين الكرام، مثل ما عودناكم دائما ننقلكم في فقراتنا المتنوعة، وبالتحديد من فقرة سوق السمك في مدينة خرفكان، نتعرف مع بعض على الأسعار المحلية وأسعار الأسماك المحلية لهذا الأسبوع. تعالوا خلونا نتعرف على الأسماك مع بعض. حياك الله أبو منصور، يعطيك العافية. الله يعافيك. صباحك الله بالخير. نور والسرور عليك وعلى المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله يا أبو منصور، خير خير موجود اليوم في السوق ما شاء الله. عندك أبو منصور، عندك النغر على كم؟ 25 نغر. النغر على 25 كيلو. 25 الكيلو على 25. نعم.
عندنا الهامور، عندنا المعوز، عندنا جيش ام الحله والسين والضلع والشنكر والبياح والسبريم. يعني الهامور، الهامور على كم الهامور؟ الهامور هذا مال خرف كان 55-50 بالكيلو يعني، لكن اللي هي من برا 35-40 هالشكل. ما شاء الله. وعندك السينا رش يعني، شوف ما شاء الله طازج هذا كله صيد اليوم، يجيكم من صيد اليوم على طول ويباع؟ مو شيء من مبيت يعني، بس صيد الليل، لان في بعض الضغاوي تي في الليل والصبح مرات مال القراقير في البر يبون لنا الهوامير، يبون لنا الكوفر. طبعا الحين خلص تقريبا الكوفر كله. اي نعم، لان ما شاء الله من يبدا السوق من الصبح من الساعه 8، من الساعه 8 يبدا. اي نعم، من الساعه 8 ما شاء الله. عندنا بمنصور جيش ام الحلال على كم؟ يسمونها شحبانيه وجيش ام الحلال. كيلو 30، كيلو على 30 درهم. اي نعم 30 درهم. عندك البياح، البياح، البياح على كم؟ على 30، مال خرف كان على 30، اللي من برا على 20-25. الشنكر هذه بكبرها تقريبا 5.5 كيلو 70. 5.5 كيلو انا اسميها انت وحظك، ساعات تكون يابسه وساعات تكون يعني سمينه، فما تعرف ليها، وانت وحظك. اي نعم. والضلع هناك عندنا الكيلو على 20. الضلع الكيلو على 20 درهم. الضلع نعم، هذا الضلع يصلح حق الفليه، حق الصالونه، حق المشوي، حق كل شيء يصلح. والحين سمين، سمين يعني ما شاء الله. والحين حاليا مثل ما نعرف انه موسم القباب. موسم القباب نعم، القباب في الليل. انا ملحته صراحه يعني، اللي اشتريته ملحته، لان طلب طالبين علي مالح، فخليت لي يمكن تقريبا 10 حبات والصبح روحن. وهذاك سبريم. سبريم، سبريم اللي في الكرتون على كم؟ السبريم 35 مرتفع، المشترى 30-31. المشترى على 30-31. هو اسعار الاسماك بشكل عام كل ما كانت بكثره في صيد بكثره الاسعار تقل. اي نعم، بس بالنسبه للاسماك التي برا لان عليها قيمه مضافه، واللي يجيبها لنا طبعا ما عندنا سيارات، يجيبونها التجار لان هني ياخذون شارج عليها، فممكن تحصلها ب 30 في الشارجه في دبي، لكن عندنا هني 5. ليش؟ لان التاجر اللي وصله لنا ياخذ عليه شارج، فاحنا نطلع قيمه الشارج اللي اخذها 35، يمكن نستفيد 3 دراهم 4 دراهم يعني. اي بس الحمد لله رب العالمين، يعني الناس عندهم قبول على السعر ومتفاهمين الموضوع. الحمد لله لك يا رب، جزاك الله خير يا ابو منصور، ما قصركم. حياكم الله والله، الله يسلمك. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم دائما من فقره سوق السمك نتعرف على الاسعار المحليه، وهذه الاسعار لهذا الاسبوع الحالي. لكم الكلمه زملائي في الاستديو. شكرا لك زميلنا وديع على هذه النقلة وهذه الجولة السريعة في سوق السمك بمدينة خورفكان، تعرفنا معك على الأنواع اللي موجودة وكذلك الأسعار. أعتقد بأن أسعار الأسماك الآن هي بمتناول الجميع، ليست مرتفعة ولا مخفضة، هي بمعدل متوسط. فإن شاء الله أن يكون الغداء اليوم سمك، نأخذ الجماعة إن شاء الله ونتغدى ونقضي إن شاء الله يوم مميز برفقة الأحبة والأصحاب. أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى موضوع آخر. بالتأكيد ترتبط السمنة ارتباطا وثيقا بعدة مشاكل لدى المرأة، وهي حالة تؤثر على الصحة لديها وقد تكون لها آثار جانبية عديدة. نستضيف معنا الدكتورة زينب العزاوي، استشارية نسائية وتوليد وعقم. يا مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. طبعا نتشرف اليوم بقبول دعوتنا دكتورة، وبالتأكيد نتحدث عن موضوع جدا مهم. بداية السمنة وأثرها بشكل خاص على المرأة، نتعرف معك على هذه الحالة، قد تكون لها آثار جانبية عديدة جدا، فكيف ممكن تأثر السمنة على المرأة بشكل عام في بداية الأمر؟ مثل ما تعرفون السمنة من الأمراض الشائعة حاليا، أمراض العصر، بحيث المنظمة الصحة العالمية صنفتها من ضمن الأوبئة. صحيح. وتأثيرها مباشر على المرأة، يعني لاحظنا أنه نسبة العقم وقلة الخصوبة تزيد 4 أضعاف عند النساء اللي هم يعانون من السمنة. والسمنة هي شنو؟ عبارة عن تراكم دهون بصورة غير طبيعية تتوزع على الجسم وتأثر على صحة الفرد. صحيح. وشلون نحسبها للسمنة؟ مو بالوزن طبعا، أكثريتهم يخطئون بالوزن. هذه نقطة جدا مهمة دكتورة، يعني يمكن تعددت الأساليب والأفكار والأقوال حول كيف ممكن أن نحدد،
إذا كنا نعاني من سمنة أو لا. فبالتالي نتحدث عن المرأة بما أن هي أقل كتلة في العظام وغيرها عن الرجل، صح. فالمرأة لها حسبة مختلفة، صح. فكيف تحسب المرأة وزنها إذا كان زائد أم ناقص أم تحتاج من كتلة الجسم؟ إحنا نسمي مؤشر كتلة الجسم BMI. كيف نحسبها؟ الوزن على مربع الطول بالمتر. ممتاز. أي فإيش قد المناسب للخصوبة حتى النساء ينتبهون لهاي النقطة؟ من 18.5 إلى 24.9، يعني 25 تعتبر هي زيادة. هذه للكتلة. للكتلة. فما حد يوزن وزن، لأن في ناس طوال في ناس قصار. صحيح. فإحنا ما نعتمد على الوزن، نعتمد على الكتلة. ممتاز. فالكتلة المناسبة اللي هي أقل من 25 للأخصاب، فاللي هي داخلة على زواج أو هي تفكر بحمل، المفروض تحافظ على وزنها بهاي النسبة حتى تبقى تحافظ على خصوبتها. ممتاز. طيب دكتور، انتشر يعني في فترة معينة، وأعتقد الكثير من الناس يطبقونه، أن مثل ما قلتي قبل شوي يحسب الطول على الوزن، يعني مثلا إذا كان الوزن على مربع الطول بالمتر. ممتاز. يعني إذا كان الطول مثلا 150 لنفترض، يعني يكون 1.5 تربيع. ممتاز. فالوزن نفرض 60 على 1.5 تربيع ويطلع الكتلة. ممتاز. هذه لازم ناخذ فيها حصة الرياضيات دكتور. سهلة، عندنا الموبايل الحاسبة بسرعة طلع لك اياها. فعلا. يعني تعتقدين هل هذا الموضوع ممكن يأثر بشكل كبير على صحة المرأة أكيد. يعني كثير يجونا ما عندهم أسباب، ما عندهم أسباب لتأخر الحمل، فقط الوزن. مجرد أنه تقلل وزنها بين 15 إلى 50% من الوزن زائد تنزلها، شوفها راسا حبلت. ممتاز. فإحنا دائما نركز على الوزن، يعني ليش؟ لأن بيه مشاكل كثيرة ناهيك عن الصحة ومشاكل القلب والشرايين والضغط والسكر، هاي خليها على جهة مأساة. بس الوزن على النساء، النساء جدا مهم. أنت تعرف نسبة تكيسات المبايض 1 إلى 10، كل 10 نساء كل واحدة عندها تكيسات مبايض بسبب السمنة. بسبب السمنة، نعم. عدم انتظام الدورة الشهرية، شنو اللي أخر الإخصاب؟ الدورة تكون ضعيفة، الإباضة تكون ضعيفة، انتشار التكيسات، كل هذا يؤثر على، بحيث إذا تريد تعطيها منشطات، المنشطات تكون أعلى من الإنسان العادي اللي وزنه ضعيف، يعني دبل نطي العلاجات، يعني حتى العلاجات تأثر عليها أكثر. يا ساتر. طيب دكتورة، بروح لنقطة جدا مهمة ذكرتيها ما بين سطور حديثك. إذا كانت المرأة على زواج فيجب أن تقلل من سمنتها إذا كانت تعاني من سمنة. طيب هل هذا معناته يعطينا الحقيقة إذا كانت المرأة غير متزوجة أو غير مقبلة على زواج بأنها يعني تأخذ راحتها فيما يخص الوزن والسمنة؟ لا، وما راح تأثر على أمور صحية فيها؟ لا، إحنا السمنة دائما قلنا مرض العصر، يعني أثر على صحتها بسرعة عامة. طبعا. بس المقبل على الزواج واللي تفكر بالحمل نبهها، نقول لها ترى الإنجاب يتأخر بالسمنة، وإذا كانت سمنة بسيطة بسهولة تنزلها. إحنا سأقسم لك إياها، أنا السمنة راح نقص زيادة وزن، بعدين تتعدى تصير سمنة، بعدين فرط سمنة. من توصل مرحلة الفرط السمنة اللي هي الكتلة شقد توصل 40 وفوق، هذه ما يفيدها لا رياضة ولا غذاء ولا نظام. صحيح. تروح، أنا منها سأقول لها تروح تسوي عمليات تضعف نفسها، لأن هذا بيه تأثير على صحتها الجسمانية، وبالتالي تأثر على الإنجاب، يعني العمليات اللي هي تكميم معدة، تحويل مسار، بالونة، ما أعرف شنو. فأنت، أنا ليش أقول لك يا قبل الزواج، من تكون وزن بسيط ممكن إحنا نتلافاه ونقلله أحسن ما نوصل للعمليات الجراحية. ممتاز. طيب تعددت العمليات وعجبني طريقة قولك لبعض الطرق لتقليل الوزن. طيب دكتورة، يعني عندما نتحدث هي مشاكل تواجه المرأة إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة. طبعا. طيب يعني من أكثر وأبرز المشاكل اللي يمكن أنت واجهتيها في عملك دكتورة فيما يخص السمنة للمرأة؟ هو العقم. العقم. تأخر الإنجاب والتكيسات طبعا، وهي مثل ما يقول حلقة، ناس مرتبطة بناس. لذلك احنا ننبه عليها، تشوفها كل شيء ما عندها. حتى هي إذا حبلت، ما عندنا مشكلة، حبلت، زيادة الوزن راح تأثر عليها وعلى الطفل. صحيح. يعني هي معرضة أكثر من أقرانها للإسقاط، إجهاضات أكثر بالنسبة لها، معرضة ضغط وسكر الحمل أكثر، عدة تجلطات لا سمح الله أكثر. ممتاز. طيب دكتورة، عندما نتحدث عن السمنة وآثارها الكبيرة على المرأة، يعني هل ممكن أن تلجؤون أنتم كمتخصصين ودكاترة في هذا الأمر إلى العمليات الجراحية التي قد تتطلب لعلاج مشكلة معينة واجهتها المرأة بسبب السمنة؟
ممكن يعني مثلا احنا بالنسبه لنا التكيسات من نشوف احنا عالجنا وبالعلاج الدوائي وتاخر الحمل عندنا ممكن نلجا الى تثقيب المبايض بالتكيسات. وبصراحه احنا هسه قلت هذه النسب مالت التثقيب. ليش؟ لان لجانا لاطفال الانابيب والحقن المجهري ونسبه نجاحها عاليه فقللناها يعني نسبه. بس حلت في مشكله نوعا ما في ندخل احيانا نسوي نواظر نشوف شنو الاسباب. فاذا ماكو اسباب ممكن احنا نقول انه هو هذا زياده الوزن ونحاول نساعدها نعطيها النصيحه او نحولها الى طبيب تغذيه هو يعطيها نصائح وكيفيه اختيار الوجبات كيفيه. طبعا انا همين اريد اتطرق لنقطه مهمه. احنا ليش مرض العصر السمنه نسبه السهر بسبب الاكل بعد الاكل الفاست فود. طبعا هذا كل الدهون المشبعه هذه كلها تاثر على الوزن والخمول وزمن الاونلاين والانترنت والكسل. حتى كل شيء راح يخدمنا الحين الروبوت يقول لك دكتوره شفت شلون بعد ما نتحرك والسياره راح تكون يعني ذاتيه القياده. لذلك احنا لازم نصرف جهد. هي السمنه شو سببها؟ احنا عندنا سعرات حراريه داخله المفروض هذه نفس الكميه تحرق هاي السعرات فما يصير خلل بهذا التوازن يصير السمنه. فاذا انت طبعا ويؤثر العمر الحرق نسبه الحرق هذا اللي بسالت عنه الدكتوره. هل هناك فئه معينه او عمر معين بالنسبه للمراه قد تتعرض فيها الى مشاكل صحيه بسبب السمنه دون عن غيرها من الاعمار؟ العمر اي مهم. بعد الثلاثين نسبه الحرق تقل عندها للمراه. يعني بهالحاله لازم تحاول ايش قد ما تقدر تقلل كميه الاكل يعني نقلل كميه السعرات وبنفس الوقت تتحرك اكثر اكثر من اقرانها. طبعا بعد الأربعين بعد اكثر النسبه تزيد. عندنا نقطه مهمه عندنا الهرمونات الغدة الدرقية ما ينتبهونها النساء. الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية يسبب سمنة. فاضطراب الهرمونات هي أحد أسباب السمنة. نقص فيتامين د فيتامين دي كلنا نعاني منه. انت هسه حضرتك قلت انه ما نتحرك ما نتعرض للشمس كله سيارة كله مولات فهذا هم يأثر علينا ما نتعرض نقص فيتامين دي فيسبب سمنة. يعني الحياة هي أنا أقول لك مرض العصر فيحتاج لنا شوية جهد. ممتاز. الجهد واعتقد ممارسة بعض التمارين أي. بعض الرياضة ممكن تكون كفيلة بأن تخلصنا من مشاكل كثيرة جدا. ومثل ما نقول البقاية خير من العلاج فهذا الأمر اللي نحن لازم نوجه فيه نصيحة بشكل مباشر. طيب دكتورة البعض من النساء يقول لك أنا طبيعة جسمي بهذه الطريقة من أول ما ولدت. صح. فكيف أنا ممكن أتعامل مع هذا الأمر؟ أي هذول يكونون الجانب الوراثي طبعاً. تشوف أحد الوالدين أو الأطراف العائلة هم بنيتهم سمينة. هذا لازم من البداية أنا من أعرف أنه أكو تاريخ في العائلة سمنة من هو طفل. من هو طفل أنا أتابع حالته مع طبيب تغذية يعني هذا يعاني. مع أعوده أخليه أحببه بالرياضة. أخليه يعني هي إيش قد الرياضة ترى نص ساعة باليوم اعود الجسم على الحرق. صحيح. انه اخلي دقات القلب تزيد اكثر انه هذا دا يحرق. فمن الصغر يصير لايف ستايل يعني انا مو مجرد هم حتى نقطه مهمه للنساء انه مجرد انت نزلتي وزنك وانتهى الموضوع لان يعني يرجع انت هذه بنيتك لازم تمارسين يكون هذا لايف ستايل مالتك انه ممتاز. الرياضه من ضمن ستايل حياتك. النظام الغذائي على فكره في نساء كثير يبعدون الوجبات ويصورون انه هم ياكلون قليل راح يضعفون. لا احنا شو نسوي لان احنا في بجسمنا معدلات انسولين لازم الوجبات تكون متكرره وقليله ونخفف من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي اللي تزيد لي الانسولين والانسولين هو عدو الانسان يسمونه جروث هرمون نمو الهرمون النمو هو اللي يسمن. صحيح. وبالاضافه لستريس الحياه والتوتر تعرف الكورتيزول يزيد بالستريس فهذا همين يسبب السمنه. يعني بصوره عامه حياتنا والعصر هذا هو سبب اكيد للسمنه فلازم نحاربه. الكربوهيدرات والسكر اللي موجود في المخبوزات البقوليات بانواعها الرز ايضا طبعا هذه امور كلها يجب ان نقلل منها. هي مفيده طاقة تعطينا طاقة ما نقدر نبتعد عنها لكن نقلل منها ونحاول ما ناكل وجبة كبيرة مرة واحدة في اليوم. لا نعود جسمنا على الخزن بهالطريقة. لا ممتاز. ناكلها بشكل متكرر وقليل الجسم يتعود نحافظ على نسبة الأنسولين بالجسم وبذلك أنت تحافظين على وزنك ما يزيد الوزن. طيب. نتفق بأن يجب أن تكون ممارسة الرياضة والنظام الغذائي هو أسلوب حياة مثل ما ذكرتي دكتورة. طيب ذكرتي مادة جدا مهمة ممكن تضطر بعض النساء إلى أخذها لمشاكل صحية
لربما وهو الكورتيزون. كورتيزون. ونحن نعلم تماما صح. بأن الكورتيزون يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الوزن. صح. كيف تتعامل المرأة إذا كانت هي من النساء التي تأخذ من هذا الكورتيزون؟ مثل جماعة اللي عندهم ربو واللي حساسية بالضبط. يضطرون يأخذون كورتيزون. هذه حالة مرضية يحددها الطبيب وفترة قصيرة وبعدها يسوون يقول لك الكورتيزون ما يوقفه مباشر تابرينج يعني تدريجيا ينزله وينزل الوزن بعدها ما عدا مشكلة بممارسة الرياضة تقدر تنزل الوزن. على فكرة مو بس الكورتيزون عندك مثلا حبوب الهرمونات حب المانع صحيح. يعمل احتباس سوائل ويزيد الوزن يعني حتى نقلل من استخدام الحب المانع هذا أحد أسباب السمنة عند النساء والتوتر مثل ما قلت لك الحب المانع يسبب سمنة؟ أكثر حبوب الهرمونات والحب المانع اللي يأخذون النساء يسبب احتباس سوائل والله معلومة جديدة ومهمة جدا فلذلك ما يعرفون تقول أني أمارس الرياضة وأني بس هي تأخذ أدوية تسبب لها السمنة فلازم احنا يعني اذا تريد اسوي مانع ناخذ فتره قصيره ونوقف حتى نقلل من تاثيرها على الجسم احتباس السوائل انت قلت انه احنا كله بالسياره ما في حرق سوائل تتجمع بالجسم بدون ادويه فشون تطرحها هذه سوائل نشرب مي كثير ونقلل الكربوهيدرات ونطلع نتعرق خلينا طبعا. نتعرق نطلع حتى يصير الحرق زياده عندنا وتطلع السوائل من الجسم ممتاز طيب يعني لنفترض لنضع الفرضيه دكتوره وبالتاكيد انت بخبرتك الواسعه ان شاء الله نحاول نجيب على هذه الفرضيات لنفترض بان هذه المراه غير قادره على تقليل وزنها ما هو الحل معها فيما يخص المشاكل الصحية التي قد تواجهها إذا شفناها مؤثر على صحتها وعلى صحة الإنجاب والسمنة مالتها مفرطة السمنة إحنا نبدي قسمناها قلت لك خلي أقسم لك إياها حتى الناس تعرف من 25 إلى 30 نسميها زيادة في الوزن هذه سهولة تطرحها تقدر تقللها من 30 إلى 40 هذه سمنة تعتبر مرضية من 30 إلى 40 زيادة فهي تعتبر سمنة أي من 40 وفوق وشفنا نفسنا أنه مؤثر على صحتها الإنجابية مؤثر على حياتها العائلية مؤثر على صحتها بالتالي على ضغط وسكر أقولها الجاي طبيب تغذية طبيب هضمية يشوفها ممكن هسه البالون ينزل الوزن 15 كيلو إلى 20 كيلو فترة قياسية ممكن تستخدمه يعلمها أنه المعدة تتقلص وبالتالي يكون أكلها قليل أو للجراحة هسه ما شاء الله الجراحة يعني ولو إحنا أنا أفضل انه شويه تجهد حاله بالرياضه والاكل طبعاً. الصحي طبعا افضل من الجراحه صحيح. بس اذا نضطر وهي عندها سمنه مفرطه اللي هي الكتله فوق الأربعين لا والله تلجا لا تاخر حالها طبعاً. لازم تضعف لان بعد هذول سمنه مرضيه ما يقدرون لا بغذاء ولا برياضه ينزلوا صحيح هل ممكن السمنه لربما تسبب امراض مزمنه دكتوره طبعا هسه احنا احد اسباب امراض الضغط والسكر والكوليسترول في الجسم اسباب السمنه التهاب المفاصل الوزن الزايد السمنه كثير امراض في الكآبه هشاشه العظام الكآبه لها دكتوره الكآبه هذه دور كبير للسمنه والكآبه نفسها تسوي سمنه وعندك أدوية الكآبة تسبب سمنة شوف هو الحديث يأخذ بعضه يعني كثير أشياء هي الحياة وضغوطاتها بس يقول الدكتور الطعام هو أحد أسباب السعادة يعني شو رأيك فعلا هسه يقول لك الناس اللي تسهر تنفتح شهيتهم فعلاً. لأن هذا الهرمون يصعد بالسهر لذلك أقول لك حرامات يعني أنت تسهر وبدون سبب صعد الوزن مالتك يصعد صح. الإنسولين بالسهر يصعد الكورتيزول بالسهر وهرمون شوف هذا سهران يبدي بس يأكل صح فسمنة يعني قبل شوي كنا نتكلم عن المزقوف مزقوف العراق لا هذا ما يسمن معزومين عندنا بالشارقة إذا تريد إن شاء الله إذا على المزقوف قدام الناس ما يسمن المزقوف العراقي إن شاء الله بدر الله طيب دكتورة يعني أنا أعتقد بأن هذا الأمر يجب أن نحن نربي أبنائنا عليه من الصغر يعني ما ننتظر عندما يكبرون ويعانون من المشكلة صح وإنما نبدأ معهم من النشأ مثل ما تفعل كثير من الأمهات والجهات الحكومية يربون أبنائهم وبناتهم على ما يريدون أن يكونون عليه عندما يكبرون صح بصغرهم صح فشو رأيك في هذا الأمر؟ نعلم الطفل على الثقافة الصحية نعلم الطفل أنه الأكل الصحي الفريش هو أهم من الأكل المحفوظ تعرف هسا أطفالنا يحبون الأكل السريع المعلبات العصائر والبيبسيات هذه دمار صحيح. ممكن إحنا يعني الطفل همينه يشتهي ممكن نكافئه بين فترة وفترة بكميات قليلة بس ما نعود عليها لأن يصير عنده إدمان وندخل نظام الرياضة الطفل تعرف هو صغير فالرياضة
يعني اي شيء تفرضه عليه يضوج من عنده. صحيح. لكن انا احاول اطلع جروبات مخيمات اللي هي الكامب مالت الكاراتيه والرياضه والجري والمسابقات مع الاطفال. فهذا لو نص ساعه الى ساعه بالاسبوع مرتين ثلاثه يقوم يحب الرياضه. صحيح. يحب حتى هو يقوم يتونس على وزنه ويبدي يحافظ عليه، فمن يصير شاب هو متكامل. هاي ثقافة حياة صارت عنده ويمارسها دون ما يحس بأنه هو قاعد يؤدي مهمة معينة. عافية عليك. من تصير فرض عليك ومهمة تصير صعبة. ممتاز. يعني أي إنسان تعرف أنت، إحنا مربوطين بالسعادة وبالمود المزاجي، يعني حتى بالرياض حتى بالأكل. صحيح. الضوجة تروح تأكل أنت. صحيح. فلازم إحنا نخليها ستايل حياة وما نخليها فرض علينا. صحيح. دكتور أنا سعيد جدا بالحوار معك، سعيد جدا أن تقبلتي دعوتنا في صباح الشرقية، تشرفنا بأن إحنا نأخذ خلاصة المعلومة المهمة التي لربما تعالج مشكلة كبيرة جدا عند المرأة، فشكرا لك على هذه المعلومات الهامة، شكرا لك على قبول دعوتنا في صباح الشرقية، وإن شاء الله نلقاك في لقاءات أخرى بإذن شكرا الله. جزيلا لاستضافتكم، وأني سعيدة جدا بتواجدي معاكم، وأنتم عائلة ما شاء الله حميمة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. آمين. دائما يا رب. جميعا يا رب. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدين الكرام، بالتأكيد اليوم زميلنا محمد النقبي بيعرفنا على طريقة قطع العسل، وراح ينقل إن شاء الله إلى مكان آخر، وهذا راح يكون في مقر قناة الشرقية من كلباء، وأنا كنت أحد أسباب اكتشاف هذا العسل وهذه الخلية في قناة الشرقية، وزميلنا محمد ما قصر، أبدع في أن ينفذ تقرير جدا جميل عن خلية العسل، كيف نقطعها، كيف ننقلها إلى مكان آخر والمحافظة عليها. راح نتابع معكم الزميل محمد في هذا التقرير الآتي. نصبح عليكم بالخير. تعودنا من خلال فقراتنا المتنوعة نطلع عليكم في المنطقة الشرقية، ولكن الحدث اليوم في قناة الشرقية من كلباء لفت انتباهي البارح أمرا ما، ومن خبرتي البسيطة وجب علي أتعامل مع هذا الأمر. ما هو الشيء؟ تعالوا ويانا لنتعرف على هذا الشيء. يبالها واضحة أكيد عسل. طبعا مشاهدينا هي ما فيها عسل لأنه مش الموسم المناسب، لكن هدفنا من هذه من قص الخلية هي نقلها لمكان مناسب، والمكان يتوفر فيه مرعى حق النحل، وأيضا هي دام الخلية عند الباب مصدر اللي يدخل ويطلع من الباب. الخلية تتكون من جزئين، جزء علوي فيه العسل إن كان فيه، والجزء السفلي اللي هو الحضنة وهي العيال.
طبعا احنا نستخدم اللزق لان من صعوبه المكان اللي متواجده فيها الخليه. طبعا في مثلا في الاماكن العامه مثل الزراعه او ان كان في مكان في الجبل فسهل التعامل معه، مثل مجرد تقص وترد الحضنه مكانه بكل سهوله، لكن مثل ما لاحظ في صعوبه في هذا المكان. نحاول ننظف مكان نفس مكان بحيث ان النحل يرجع للحضنه ما يرجع لمكان العسل اللي مسويناه. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا النحل العسل قليل، فهدفنا الوحيد اللي هو نقل الخليه الى مكان مناسب بحيث يتوفر فيه مرعه وما يؤذي الداخل والطالع من البطن. بعد ما خلصنا وثبتنا الحضنة في نفس المكان اللي كانت تواجد فيه بننقل هذه الخلية بعد المغرب بحيث أن الليل يكون النحل هادي وساكن في مكانه، لهذا السبب احنا بننقله بعد المغرب. أعتقد مكان أو حديقة صباح الشرقية مكان جميل. من بعد مشاهدينا الكرام ما قصينا خلية النحل وخذنا نصيبنا من العسل، ومثل ما ذكرنا النقطة الأساسية هي نقل العسل إلى مكان مناسب، وبإذن الله بعد صلاة المغرب بننقلها إلى مكانها المناسب بحيث يتوفر مرعى وما تأذي اللي داخل وطالع من الباب الرئيسي. والأخير أتمنى الفقرة نالت إعجابكم ومع السلامة. مصور جاهز؟ أشوفك شوي خايف، تعالوا يعني. تحتاج حد يبطل وياي بس بطل اللزق هذا. عاد ما بلدك هذه النحل، هذه النحل هذه لا تخاف. طبعا مشاهدينا الكرام زميلنا محمد ابدع في هذا التقرير، وللعلم يعني زميلنا محمد النقبي هو شخص متخصص وهذا الأمر ليس بجديد عليه، يعني ما شاء الله عليه من صغره وهو ما شاء الله في اليبال ويدور عسوله ويقصص عسوله ما شاء الله، فهذه مهنته ويعرف فيها. وما شاء الله نشوف كيف المصورين كانوا يعانون من يعني تصوير هذا التقرير، ونشكر بعد مخرجنا عدي على إخراج هذا التقرير المميز، وكانت فكرته للأمانة بأن ينفذ تقرير عن هذا العسل اللي موجود في قناة الشرقية من كلبه. ولكن إن شاء الله القصة الجاية راح تكون من نصيبي لأني ما نلت أي حصة من اللي قصوه قبل.